دينا من جديد. بدأت الرسم كهواية وطورتها بالممارسة والمتابعة، شاركت في العديد من المعارض والمهرجانات، كان آخرها مؤتمر مناخ كوب 28. وبهالمؤتمر عرضت 4 أعمال تشكيلية، كما شاركت بمشروع متحدون من أجل المناخ، وشاركت الفنانة التشكيلية عبير العيداني بمشروع أهداف التنمية المستدامة، وهو مبادرة من The Art Gallery وبدعم من الأمم المتحدة لإقامة أكثر من ورشة فنية للرسم، وذلك بعدد من الدول من بينها بنغلاديش والعراق، بالإضافة طبعا إلى المخيم الفني التابع لليونسكو بجامعة الشرجة. كما حصلت على جائزة أفضل مدربة فنون في الإمارات وجائزة نون للفنون من نادي سيدات الشارقة. طبعا منرحب بضيفتنا الفنانة التشكيلية عبير العيداني، صباح الخير وشكرا لوجودك معنا. صباح النور، شكرا للاستضافة. لفتني انك مهندسة ميكانيكية بالاصل، صح؟ اي نعم نعم. وفنانة تشكيلية بالوقت عينه، صحيح. القلب اقرب الى اي من الاختصاصين؟ صراحة هو يعني الدراسة الأصلية هي مهندسة، يعني الهندسة، كملت الهندسة الميكانيك يعني كمستقبل. نعم. لكن دائما شغفي وحبي كان للفن التشكيلي، لأن أعتقد هو اللي يعبر أكثر شيء عن مشاعري أو عن الفكرة اللي أريد أوصلها دائما، فبالتالي الأقرب إلي فن التشكيلي. نعم. بس ماري جماعة الهندسة يزعلون. نعم صحيح. مصدر إلهامك في هذا الجانب وشو الرسالة؟ طبعا كل فنان عنده رسالة يوصلها، شو رسالتك من خلال هذا الفن؟ فعلا هو أنا دائما أتكلم عن هذا الموضوع، أقول الفن هو رسالة. نعم. فالفنان يكون حامل للرسالة اللي لازم يوصلها من خلال أعماله، سواء كانت أعمال يعني كبينتينجز أو كمنحوتات. فبالتالي لازم الفنان يكون صريح وصادق في توصيل الرسالة للمجتمع وتوصيل رؤيته لحدث معين أو مثلا نقول تاريخ دولة أو حضارة أو مهما كان، يعني اللي حاب يوصله فمن خلال اللوحات أو من خلال أعماله الفنية. نعم. من خلال الفن هذا إلهامك من وين تستمدينه؟ صراحة أنا إلهامي بالدرجة الأولى يأتي من المرأة، يعني المرأة المحور عندي في كل اللوحات، مصدر إلهام مش بس الفنانين التشكيليين، الشعراء والكتاب طبعا. صحيح صحيح. فبالتالي يعني المرأة، التقاليد أو العادات أو الحضارة، كيف تتدخل المرأة من خلال تاريخ دولة معينة، مثلا بالعراق احنا عندنا هواي تركيز على المرأة من خلال جميع الحضارات اللي كانت موجودة. نعم. ومن خلال الملابس اللي ترتديها، من خلال التقاليد والعادات اللي تمارسها النساء، مثلا عندنا مناسبات معينة أحب أنقل هذه المشاهد اللي تكون كتجسيد أو ترسيخ لحقبة معينة من التاريخ أو من الحضارة. نعم. بالنسبة للإمارات أحب دائما أبرز المرأة الإماراتية، يعني عندي لوحات أنه برزت المرأة الإماراتية كبيرة السن. نعم. آخر معرض كنت في موسكو مشاركة مع السفارة الإماراتية هناك، يعني قدمت لنا دعوة عن طريق سولو جاليري. نعم. فحبيت أربط بين الفن اللي أنا أتميز به هو فن البغداديات والمرأة الإماراتية، فبرزت المرأة الإماراتية بالبرقع، وكان هواي تساؤلات، يعني أحس أنه المرأة يعتبر ثيم مناسب للوحات، يعني فهذا اللي استمد من عنده إلهام. ممكن أنها تثير حشرية معينة؟ أكيد. صح المرأة طبعا، خاصة يعني اكسسواراتها، البرقع. نعم. الميك اب اللي أحطه، يعني أنا دائما أبرزهم بعيون كبيرة، شعر طويل. نعم. اكسسوارات اللي تلبسها المرأة، فبالتالي تثير تساؤلات المتلقي. نعم، الجمال العربي الأصيل. أكيد. طيب الفن التشكيلي طبعا هو مدارس مختلفة، وفي كثير من الشباب، الفنانين الشباب، بيحاولوا إلى حد ما يتمثلوا بالتجربة الغربية بالفن التشكيلي. نعم. بتوافق أولا بهذا الموضوع؟ أوافق وما أوافق. صحيح. أوافق ليش؟ أنه نحب أنه ننقل تجربة غربية إلى بلادنا العربية، لكن بما يناسب عاداتنا وتقاليدنا. نعم. يعني مثلا أنا ما أقدر أنقل تجربة غربية بعيدة عن مجتمعاتنا. نعم. أو بعيدة عن عاداتنا وتقاليدنا طبعا، بس اللي أفضله أنا أنه إحنا ننقل التجربة العربية للغرب. هواي عندهم تساؤلات أنه ما هذا، يعني شنو هذا الفن اللي برزونه الفنانين العرب، المدارس اللي يطوروها دائما، يعني الحركة الفنية التشكيلية دائما في تطور مستمر. صحيح. فبالتالي أحب أنه التجربة العربية تنقل للعالم الغربي وليس العكس. إن شاء الله. نعم. إن شاء الله. طبعا لو تكلمين عن مشاركتك في كوب 28 من خلال
أعمالك الفنية في المنطقة الخضراء. إن شاء الله، وصراحة عندي في المنطقة الزرقاء وفي المنطقة الخضراء يعني في المنطقتين. المنطقة الزرقاء هي تابعة للأمم المتحدة، كانت مجموعة من لوحات من ضمنها لوحتي، هي كانت تعبر عن المساواة بين الجنسين وكذلك ترجع المرأة يعني متصدرة المشهد. ترجح طبعاً طبعاً. وبالنسبة للمنطقة الخضراء كان عندنا في مدخل بوابة الاستدامة عمل فني كمنحوتة، هي كانت بمبادرة متحدون من أجل المناخ من قبل زي آرت جاليري أطلقتها، وعبارة عن برجيل دبي اللي هو نافذة الهواء اللي كان مو متواجد الحدث بس هو بالبنى العمرانية القديمة لمدينة دبي. فبالتالي حاولنا انه نستخدم المذر بورد اللي مثل ما نقول مخلفات الاجهزه الالكترونيه القديمه. نعم. وشكلناها بشكل فني مع البرجيل، فاللي النتيجه كانت منحوته جميله جدا، واعجبت طبعا جميع الحضور اللي كان يعني يتساءلون شنو الربط، فهو الربط بين البنى العمرانيه لدبي وبنفس الوقت الاستدامه، انه نعم. الاستفاده من المواد المعاد تدريبها. وكانك جمعت بين الحديث نعم. من خلال الالواح الالكترونيه والبرجيل اللي تعتبر الى حد ما من التراث تقريبا، والبنى العمرانيه بنفس الوقت نعم. انه بين الماضي والمستقبل نقدر نقول انه ربطناها يعني بهذا الأسلوب. طيب الرسالة، لأنه دائما الفن مفترض توصل من خلاله رسالة أو على القليل يطرح عدد من التساؤلات، وحضرتك شاركت بالعديد من المعارض يلي صارت حول العالم تحت طبعا أجنحة الأمم المتحدة. رسالة اللي بتحاول توصليها كامرأة عراقية عربية إلى العالم، لسيما العالم الأوروبي والغربي. طبعا هذه المبادرة أطلقناها سنة 2019، بس شنو اللي صار؟ صارت كورونا، صحيح، فصار الإغلاق يعني صارت توقفت إلى حين. توقفت الحياة إلى حد ما، لكن إحنا كفنانين لا ما توقفنا، فاستمرينا بالمبادرة. أصدرنا 17 لوحة يعني كملنا إنجازها، تعبر عن الأهداف 17 للأمم المتحدة، هي أهداف التنمية المستدامة اللي عندهم رؤية اللي يعني يأملون بتحقيقها خلال 2030 أن تكون كاملة التحقيق. فالمبادرة أنه نربط الفن من خلال أهداف التنمية المستدامة، نشرحها يعني من خلال الفن، لأن هي صعبة صراحة بالنسبة للمتلقي، أنه الطاقة، الابتكار، الصناعة، القضاء على الجوع، يعني أهداف صعبة نوعا ما. من خلال تشكيلنا لهذه الأهداف أو تجسيدنا لهذه الأهداف خلال الفن، استطعنا نوصل إلى أكثر عدد ممكن من الناس. نعم. وظلوا يفهمون، يعني مثلا عندنا الهدف رقم 5 هو المساواة بين الجنسين. فهذا الهدف يعني مثلا واحد يعني شوية صعب مثلا شو القصد هذه، فيجي الفنان أنه بفكرته أو هو يعني تعبيره الخاص أنه يعبر لك عن هذا الهدف، فالمتلقي يظل عنده تساؤلات ويسأل، ينطبع الفكرة أنه هذا الهدف من أهداف التنمية المستدامة. نعم. أنه عبرت عنه الفنانة بهذا الأسلوب. طبعاً الأمور البصرية والألوان والأشكال أكيد. لما تدخل بترسخ بذاكرة الإنسان أكثر من مجرد يمكن جمل أو عبارات يسمعها أكيد. مرور أكيد الكرام. ونقلنا التجربة لبنغلاديش ونقلناها كذلك للعراق، وعملنا مع الأطفال، يعني ظلنا نسأل الأطفال، فالأطفال يعني صار عندهم مثل الفضول شو هذا يعني. نعم. فبالتالي زيادة وعي بنفس الوقت، ومبادرة يتم نقلها جلوبال يعني من انطلاقا من مدينة دبي اللي هي مدينة المبادرات أصلاً. جميل. طبعاً كالعادة. نعم. طبعا الفنانة الحين ذكرتي انت شغله ان كل فنان لازم يترك في لوحته تساؤلات. نعم. هل انت مع هذا الشيء؟ لازم انا كفنان ما احط الصوره نفس ما هي واضحه للكل، لازم احط فيها تساؤلات. أكيد. نفس ما نقول بين الاسطر لازم الجمهور لازم يقرا هذه التساؤلات. اكيد اكيد، اذا احنا نريد نسوي مثلا شيء واضح للجمهور نلجا للمدرسه الواقعيه اللي هو نعم. نقل الواقع، او مثلا نقول بورتري او الستيل لايف، فبالتالي تكون واضحة للمتلقي يقرأها مباشرة. صحيح. لكن الفنان خاصة بالمدرسة التعبيرية إذا يريد يوصل النقطة معينة ما يقدر يخلي الوضوح كامل، لازم يكون في تساؤلات للمتلقي، فبالتالي يصير مثل الغموض وأنه يحب يستفسر. مثلا أنا بلوحاتي دائما أخلي سمك على رأس المرأة، هواي يجون يسألون شنو السمك، شنو معنى السمك، فهذه أحب أشرح لهم يعني السمك أنا أعبر عنه عن الحياة، عن الرزق، عن يعني هواي أمور أنه في عن الحياة الوفرة. عن الوفرة، فبالتالي يعني يسأل ليش خال سمك على الرأس. وأنت بتشذي تشركينهم في هذا العمل؟ أكيد أكيد، كلش أحب التساؤلات، يعني يكون معرض أنا أصير على جهة وأشوفهم شنو يتساءلون، شنو يتكلمون مع بعضهم. نعم. فبالتالي شيء جميل بالنسبة للفنان. نعم. طيب لك مشاركات أيضا بورشات تدريبية بالمدارس. أي نعم نعم،
الطفل عادة أو الأطفال خاصة بعمر معين بعد ما بيكون عندهم القيود يلي بيفرض عليهم المجتمع بيكونوا كتير أحرار بالتعبير عن أنفسهم. أكيد. خبرينا عن التجربة مع الأطفال لأنه عالم آخر. أكيد جدا أحب أشتغل مع الأطفال لأن هم ينطوني أفكار، يعني أنا أشرح لهم مثلا إحنا مثلا عندنا هذا الثيم المعين شنو أنتم تفكيركم، فيقعدون يسترسلون خيال واسع بالفعل. فأنا بالتالي أخذ من عندهم فكرة. أتذكر بهذه الورشة كان عن المياه كيفية توفير المياه. نعم. فاشتغلت مع طفلين هم صراحة من الأيتام، فقلت لهم شنو فكرتكم عن المياه، فقال واحد من عندهم أنه ننطي للعصفور أو للطير ماي يعني نمد كف يعني. جميل. والطفل الثاني قال يعني لازم إحنا نوفر بالمياه والصنبور هذه الصنبور الحنفية. نعم. أنه تكون يعني مستدامة يعني. نعم. تحافظ على المياه. فبالتالي ربطت لهم الفكرتين بلوحة بس أخطط وبعدين أوجههم. الشغل جدا جميل مع الأولاد يعني يعجبني. نعم. نعم. لكم مشاركات أو مشاريع قادمة خلينا إذا ما نتكلم على الأطفال مع الأطفال مشاركات أو دورات أو ورش تدريبية أخرى؟ إن شاء الله إن شاء الله نأمل يعني هو حسب الظروف يعني. أنا مرة عملت سنتو بديتو بحتى، أنا عملت مرة ورشة بمكتبة حتى العامة وكانوا جدا مستانسين أنه يعني دخلت معهم بجذوع الأشجار كذلك عن الاستدامة. فبالتالي إن شاء الله يعني نأمل خير أنه تصير ورشات قادمة. نعم. طيب بالبداية سألتك عن الهندسة الميكانيكية والفن التشكيلي، وقبل ما نبلش مقابلتنا على الهواء كنا عم ندردش قلتي لأنه فيهم قواسم مشتركة. أكيد. فسري لي أكثر لأنه أنا بالنسبة لي المهندس الميكانيكي بعيد كل البعد عن الفن، هو أكثر إنسان عملي يعني واحد زائد واحد يساوي اثنان، بينما الفن التشكيلي أنت ممكن تطلق العنان لمخيلتك لمشاعرك. بالهندسة الميكانيكية فيها شوية جمود، بالفن في أريحية أكثر ومشاعر أكثر. أنت كيف بتلاقيهم فيهم قواسم مشتركة؟ صراحة أنا ألقى نقطة معينة بيناتهم يعني كربط بين الهندسة والهندسة الميكانيكية أو whatever يعني أي قسم، خاصة الهندسة المعماري والمدني يعني والفن التشكيلي، أنه يرتبطون اثنينهم في رسم. نعم. يعني في رسم أنت لازم تستخدمين الرسم. خلال دراستي أنا 3 سنوات أرسم أدرس الرسم، صار رسم هندسي ورسم ميكانيكي. يعني كأنما عندنا درس من الدروس أنه يعطيك مقاطع اللي هي الأفقية والعمودية. صحيح. وأنت استخرجي القطعة أو استخرجي هذه الماكينة، فبالتالي كذلك نستخدم الخيال في استنتاج أو استنباط الرسمة المناسبة لهذه الماكينة. بس بتوافقين أنه في جمود أكثر صح؟ في جمود لأن الفن التشكيلي لا أنت تنطلقين يعني تنطلقين والمشاعر والأحاسيس شنو اللي عندك أنت حابة تعبر عنه تقدر أنت تجسده بلوحة أو منحوته يعني. نعم. كعمل فني، فبالتالي في يعني نسبة جمود بس يعني يمكن نحن كمتلقين ما بنقدر نشوف القواسم المشتركة ولكن أنت متعمقة بالموضوعين. أكيد. فطبعا أدرى بالموضوع. نعم. في حديثنا طبعا عن القاسم المشترك، شو القاسم المشترك بين الاستدامة والفن التشكيلي ورسالتك الأخيرة للجيل القادم في هذا المجال؟ طبعا الاستدامة موضوع يعني كان عالمي أو لا يزال عالمي ولازم يربط مع الفن التشكيلي، مثل ما قلنا أنه الفنان صاحب رسالة فلازم يوصل رسالته للعالم. نعم. من خلال أعماله، من خلال كلامه، وبالأخص الأعمال أو الأعمال اللي يتم استخدام فيها المواد المعادة التدوير من أجل الاستدامة. نعم. مثل اللي عملناه بالكوفيد 28، فبالتالي توصل الرسالة أسرع يعني أحس. بالنسبة للشباب يعني كثير يسألوني أو اللي يبتدون يريدون يدخلون بمجال الفني، شنو نصيحتي؟ نصيحتي لهم الصبر وعدم التسرع، وما يهم إذا فشلت مرة أو إذا أجاك نقد قاسي أو رفض، مو مشكلة، رفض يجيب بعده قبول. صحيح. فبالتالي شوية تأني وصبر ووقت، الوقت هو اللي ينطيك القدرة على تطوير موهبتك وتطوير قدراتك. نعم. الفنان دايماً بيسعى لأنه يثبت نفسه بالمحافل سواء المحلية أو العالمية. إذا بدي أسأل عبير العيداني وين بتشوف حالة مثلا بعد 5 سنوات أو وين طموحك أنه لوحاتك تعرض بالمستقبل؟ أتمنى يعني أوصل العالمية يعني مو نقول مثلا كل فنان تسألينه تقولي له أتمنى أوصل للعالمية. بس صحيح. القصد أنه تعرض العالمية، شنو اللي قصد بها؟ تعرض الأعمال في متاحف يعني ذات شأن وقيمة. صحيح.
فبالتالي هذا هدفي من الخمس سنوات. أنا عندي يعني أعمال معروضة، عندي أعمال معروضة في جاليري في إيطاليا، في متحف في كوريا، وعندي أعمال مقتنات في بريطانيا وفي فرنسا. بس نأمل أنه يكون العرض القادم أو المستقبل يعني لوحاتي أنه في مكان ذا شأن وقيمة يعني بمتاحف عالمية حتى يتسنى للزوار للسياح يمكن يلي بيقصدوا البلدان أنه يشوفوا لوحات من عالمنا العربي. عادة نحن كبرنا نشأنا على اللوحات العالمية لفنانين عالميين، بيكاسو، فان جوخ، رينوار، ولكن دايما الشرف أنه نشوف اسم عربي بالمحافل أو بالمتاحف العالمية لأنه تستحقه وما بينقصنا أي شيء أبدا. طبعا مدربة الفنون والفنانة التشكيلية عبير العيدان، شكرا جزيلا على وقتك الثمين. شكرا جزيلا لك وكل التوفيق بخطواتك المستقبلية. شكرا مشاهدينا، نحن هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من دبي. هذا الصباح حلقة كانت منوعة، قدمنا فيها أمور متشعبة من مجالات مختلفة، ولكن كان في قسم مشترك بينها وهي الاستدامة، إرساء مفاهيم الاستدامة. خاصة أنه دولة الإمارات أصرت أنه بحلول 2050 نوصل لسياسة الحياد، وكل المجالات عم تتكاتف جهودها حتى نلبي هيدا الطموح بال2050، وبالتالي لازم نشتغل على نفسنا، على أجيالنا، والتثقيف والوعي اللي ضيوفنا ذكروه عدة مرات. أكيد طبعا كلنا مسؤولين في هذا الجانب. أعزائي المشاهدين، نتمنى متابعتكم طبعا وتفاعلكم عبر مختلف منصاتنا الرقمية لدبي للإعلام. نلتقي بكم غدا إن شاء الله. إلى اللقاء.